مكان عمدة للحج وفي المنطقة المركزية متجولا للتعرف على أحوال زائرها. العمدة حسين الهذلي أضحى وجها مألوفا عند قاصد المسجد الحرام بسبب عموديته لحي الشبيكة المختلف عن الأحياء الأخرى. في عادات حصلت كانت تمر علينا مع الوقت اللي هي السفر المواد الرمضانية والسفر والصدقات والزكوات اللي بيقوم بها أهل الحي، فكلها كانت تمر عن طريق العمدة، فهذه الأدوار يمكن تميز العمدة عن غيره من العمدة الثانية، عمدة منطقة الحرم. عمدة الحرم اسم ارتبط بمركز العمدة حسين العميري الهذلي ليؤسس روابط المودة التي يطلق عليها مفاتيح العمل اليومي ومؤشر مقياس للتنقيب عن جوانب إنسانية. احنا كعمد واجبنا ودورنا ان نتواصل مع التجار مع اللي الله منعم عليهم في اهل الحي، ونجيب لهم حالة الناس اللي ظروفهم صعبة وتقارير عنها، والحقيقة نجد تعامل جدا ممتاز من التجار معنا، الله يجزاهم خير. لا تغيب عيون عمدة الحي عن تفاصيل الحياة اليومية، فعمله هنا يحتم عليه التعامل اليومي مع شرائح واسعة من المعتمرين في شهر رمضان ومواسم الزيارة. طبعا مركزنا مطل على الحرم، والحمد لله مكتبنا في الحرم، تواجد كثير من المعتمرين يجون ويسألون ويستفسرون معنا ويشربون معنا الشاهي ومعنا القهوة ويتونسون معنا، فهذه الأشياء أجبرتنا بالقرب من منطقة الحرم وخلت وضعنا داخل الحرم يعني مقرب جدا من المعتمرين ومن أهل الحي في نفس الوقت. لقاء وفراق، هكذا تبدو حياة العمدة العميري اليومية مع زوار الحرم، ويتجدد اللقاء بهم بين الفينة والأخرى. من المنطقة المركزية، خميس الزراني، العربية.